عرفي نفسك. انا اسمي سوزان سمير عريان. المفروض ان انا بشتغل في مديرية امن القاهرة في ادارة البحث الجنائي، وامينة لجنة المرأة في حزب الوفد عن دايرة عين شمس والمطارية ونشطة حقوقية. رغم كل هذا مشكلتي كالاتي، طبعا الناس كلها بتقول انا لابسه كده ليه؟ الناس كلها دلوقتي بتقول لي انا لابسه كده ليه؟ وعامله كده ليه؟ من سنة 2002 وانا وقعت في مشكلة مع شخصية كبيرة قوي قوي إرهابية يمتد لعيلة الزواري، وبلغت محسن عزام ينتمي لعيلة الزواهري. الكلام ده من سنة 2002، ووقفت ورحت بيه أمن الدولة وحاولوا إن هم يعني مش عارفة أقولها لكم إزاي. المهم أمن الدولة لما لقيت إن أنا واقفة على صخرة بقوة ربنا طبعا، ها، فوقف جنبي وأنا المشكلة مش عايز أقول تفاصيل أكتر من كده عشان ما بيقولوش إن أنا بهيج الأمر العام. من 2002 لغاية 2009 وأنا بحاول شتى الطرق إن أنا أحافظ على نفسي وعلى بيتي باسم وبتسريح من أمن الدولة، وأنا بشتغل في إدارة البحث الجنائي ومع القيادات. اتلفقت لي مشكلة واتلفقت لي مشكلة في المديرية المشكلة يا جماعة إن أنا هقولها لكم. المشكلة إن أنا عندي ورم في الغدة اللي فوق الكلى، وباخد العلاج بتاعي من 2009. كل المشكلة اللي اتعملت وقفوا لي العلاج بعد أحداث مزبيرو، ووقفوا الأجازة بتاعتي بعد ما قابلت محسن بيه مراد مدير أمن القاهرة، رغم إن الراجل وعدني إن هو هيقف جنبي ويساعدني في ظروفي، ولغاية لحظتنا هذا اتوقفت كمان العلاج والأجازة. هي دي كل المشكلة بتاعتي. ضغط عليا من 2002 لغاية النهاردة اسلام مقنع تحت سياسة امن الدولة، والبلد كلها لغاية النهاردة فيها ارهاب، وانا بعلن هنا وبطلب حماية المجلس العسكري لان المجلس العسكري عرفني شخصيا، وبطلب من هنا حمايتي من وزارة الداخلية لان علاجي اتوقف واجازاتي اتوقفت، وانا رافع قضية لمجلس الدولة علشان اثبت ان انا صح. فمن هنا بقول يا جماعة كونوا صحيين، لغاية النهاردة في أمن الدولة شغالة الله ينور من تحت الحزام وأنا مش خايفة. لغاية النهاردة في تعليمات الداخلية إمتى هتنزل، الداخلية إمتى هتقبض على كل المجرمين اللي خرجوا لنا من السجون. أي حادث طائفي بتبقى عبارة عن شرارة عشان نلطش في بعض زي ما بيقولوا لنا الله الخفي.